هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. بقالنا كتير ما زورناش بلاد مختلفة، فقعدت اقول بقى لازم نعمل حاجة من بلد مختلفة، لازم نعمل حاجة من بلد مختلفة. قعدنا بقى عملنا حاجات للنيو يير وبتاع، بس في ساعات كده حلقات بتبقى رايحة ناحية بلد معينة. اخترنا مين المرة دي؟ اخترنا ليبيا. هنعمل اطباق ليبية طبعا، زي كل مرة بقول لكم عليها. أنا بعمل أي طبق من بلد بره مصر ببقى أكيد أكيد ما عملتش اللي المفروض يتعمل، لا زي أي ست ليبية ولا أي جدة ليبية ولا أي حاجة. كلها بتبقى معلومات أخدتها من أصدقاء، من اليوتيوب، من السيرش، فسامحوني لو هعمل أي حاجة غلط، أو ساعات ببدل حاجة مكان حاجة، أو ساعات بعدي خطوة معينة نظرا مثلا للوقت، فانا بحاول اسكيب المرحلة دي علشان ما عنديش وقت كافي لان انا اعمله في اوقات كتيرة جدا بجتهد، بس بيبقى ايه يعني على قد كده في شوية حاجات. بنسلم على كل اهلنا في ليبيا وبقول لهم ان انا بحبهم جدا، وبقول لهم ان احنا قريبين جدا من بعض نظرا لان احنا على حدود، يعني على الحدود مع بعض، فانا بسلم عليهم واحنا فعلا قريبين جدا 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 في حاجات كتير. الشعبين دول قريبين جدا في اكلاتهم وفي المذاق، يعني لما ندوق الاكل الليبي اللي احنا مثلا هنعمله النهارده قريب جدا من المذاق المصري ومش بعيد تماما. حتى لما بنسافر مرسى مطروح بتلاقوا اهل مطروح واخدين كتير من الثقافه الليبيه، وده انا بنبسط بيه جدا. يعني احب كده ايه اروح للاماكن المختلفه وتبقى اكلات جديده علينا وفي نفس الوقت شبهنا. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل طبعا اشهر اكله ليبيه وكلنا بنحبها، اكله العزاب، وهي المبكبكه. المبكبكه اشهر وان بوت ميل تقريبا في العالم، بجد أكلة شهيرة جدا، سهلة جدا. وان بوت اللي هي أكلات الحلة الواحدة، حلة واحدة نحط فيها كل حاجة وتبقى هي دي الأكلة بتاعتنا النهاردة وكده تمام، فيها اللحمة فيها المكرونة وكل حاجة. الحقيقة إن هم يعني حطوا فكرة المكرونة النية إنها تستوي في الصوص، ودي كانت من الحاجات اللي شوية مش كل الناس بتعملها. كلنا بنسلق المكرونة وناخد من مية المكرونة نتقل الصوص، فهم كانوا سابقين عصرهم وحطوا المكرونه في الصوص وفعلا طلعت هايله. هقول لكم على شويه حاجات لازم ناخد بالنا منها في المبكبكه، وهقول لكم كمان هنعمل ايه تاني. هنعمل الشربه الليبي او الشوربه الليبي، ودي من الاكلات على فكره اللي مصريين كتير يعرفوها وبيعملوها ومشهوره عندنا في مصر. مش كلنا، مش العادي بتاعنا ان احنا بنعملها، بس هي بتتعمل، يعني في بيوت مصريه كتير جدا بتعملها. فالشوربه الليبيه شوربه لذيذه فيها قطع لحمه، فكرتني شويه بالحريره اللي ان شاء الله هنعملها برضو الاسبوع الجاي ان شاء الله، نعمل شوربه الحريره، والاسبوع ده هنعمل الشوربه الليبي، وهي شوربه لذيذه جدا جدا. يلا بينا نقول المقادير بتاعت الشوربه عشان هي اللي هنبتدي بيها، وبعدين اقول لكم المبكبكه علشان يعني غالبا هنبتدي في الاثنين مع بعض. يلا بينا، البس نظارتي. يلا، محتاجه ايه للشوربه الليبي؟ محتاجه نص كيلو لحمه مكعبات، نص كوب لسان عصفور، بصله صغيره مبشوره ناعم، 2 معلقه كبيره بقدونس متقطع، عصير ليمونتين، 3 معالق صلصه، زيت، ومعلقه كبيره نعناع جاف، كزبره جافه، 7 بهارات، قرفه باودر، كركم وشطه وملح وفلفل. ومش هنقول بقى المبكبكه ولا اقولها كمان؟ يلا قولها وبعدين نشتغل. اوكي، ننزل برضو بالمبكبكه. محتاجه ايه؟ محتاجه كيلو لحمه ضاني متشفيه ومتقطعه قطع متوسطه. الوصفه دي المفروض ان احنا كمان علشان نطلعها احلى واحلى نستخدم فيها لحمه ضاني بعضمها. كل ما المرقه كانت مرقه غنيه كل ما عملت لنا مبكبكه احلى، بس احنا علشان تبقى اسهل في الاكل عملناها بلحمه ضاني برضو بس متشفيه ومتقطعه قطع متوسطه مش كبيره قوي. كيسين مكرونه، بصله مفرومه، طماطم مفرومه او مبشوره، عصير طماطم، فلفل اخضر حراق صحيح وفلفل رومي مفروم خشن، معلقه كبيره من الثوم المفروم، 3 معالق كبار من الزيت، معلقه كبيره صلصه، او مخليهم ممكن نخليهم 4 معالق عشان احنا عاملين دبل الكميه، ميه سخنه، 7 بهارات، مرقه وملح وفلفل. حاجه كده بقى
مش بعيدة خالص عن أكلنا. هتحسوا إن أنتوا بتاكلوا مكرونة حلوة ريد صوص، صوص طماطم لذيذ، وفي نفس الوقت مش بعيدة عن المذاق اللي احنا متعودين عليه. خلونا نبتدي أول حاجة بالشوربة، يلا بينا. نعم؟ آه يلا نحط الزيت كده. نجيب البصل ننزل كده، يدبل بس البصل، وهنزل اللحمة وخليهم شبه كباب الحلة. ممكن نحط شوية ملح كده على البصلة خليه يدبل. أكلة من الأكلات السهلة الجميلة وشتوية، حسيت الأكل النهاردة شتوي. شوربة مختلفة بس هتعجبكم. ناس كتير جدا بتسألنا على أنواع شوربات للشتاء علشان نخرج بره، مثلا شوربة يبقى فيها كريمة، شوربة اللسان العصفور العادية، فدي فيها لسان عصفور، فيها لحمة، فيها نكهة نعناع، فيها صلصة، فمختلفة شوية بس حلوة. والناس اللي بتحب الشوربات التقيلة اللي هي ممكن تبقى بس هي أنا ممكن أتغدى شوربة النهاردة وجنبها أي حاجة بسيطة هينبسطوا قوي. معانا يسرى. يا يسرى ازيك؟ الله يسلمك يا خير. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ انا بحبك اوي اوي اوي، بموت في حضرتك وبستنى ايوه الساعة اللي انت بتيجي فيها. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي ليا، انا كمان مبسوطة اوي بتليفونك ومبسوطة اوي ان انا سمعت صوتك. شكرا. شكرا ليكي. كده تمام البصلة ايه بقت زي الفل. اوكي نحط بقى اللحمة كده ونقلب. مين؟ ايه؟ ام يوسف. اهلا وسهلا. ازيك يا شيف دعاء؟ ازاي حضرتك، اهلا بيكي. ازيك حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه، اهلا وسهلا. انا كلمت حضرتك قبل كده لما سالتك على المشروب. ايوه انا حاسه ان انا سمعت صوتك قبل كده فعلا، اهلا وسهلا. كده كده حماسي كله يروح، حرام عليكم. تعالوا نحط بقى شويه بهارات كده، حط فلفل اسود. بحب اوزع الفلفل الاسود قوي مع التشويح بيدي طعم تحفه. نحط كمان حبه البهارات بتاعتنا. نعم يا ندى ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك قوي. وانا كمان بحبك قوي حبيبتي. انا بجد يعني بستنى اليوم اللي حضرتك بتيجي فيه عشان اقعد اتفرج على حضرتك. شكرا قوي والله، ربنا يخليك يا ندى، ميرسي قوي. بجد بحبك قوي وكل سنه وانت طيبه. وانت بالف خير يا رب. انا بس محتاجه منك حاجه. قولي لي يا حبيبتي. انا بس محتاجه دعواتك عشان داخله على امتحانات وربنا. انت في سنه كام يا حبيبتي؟ في اولى ثانوي. لا ده احنا كلنا هندعي لك، انا والكرو لا يا حبيبتي ما تقلقيش ان شاء الله خير، بس خليكي واثقه في نفسك كده، مش عامله اللي عليكي. خلاص بس كده ربنا معاكي ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقك ويوفق كل اللي زيك يا حبيبه قلبي. انا عارفه الاحساس بتاع الامتحانات ده قد ايه كان سخيف. يعني قد ايه كنا بنحس ان احنا بجد مضغوطين، يعني بيصعب عليا الضغط اللي الولاد فيه اكتر من الفكره نفسها، لانه كده كده ان شاء الله هنعدي بالراحه على نفسكم.
ايا كان اللي ربنا كاتبه هنشوفه، فبالراحه ما تضغطيش نفسك قوي كده وما تتخضيش، مفيش حاجه مستاهله، هتبقي زي الفل وهتنجحي، والمجموعه اللي هتجيبيها هيدخلك الحاجه المناسبه ليكي، وهتطوري من نفسك لو ما عجبتكيش عادي. يعني عايزه اقول لكم انه انا ما عملتش اي حاجه في دراستي ليها علاقه بالحاجه اللي انا بحبها، يعني ما درستش الحاجه اللي انا بحبها، ما دخلتش الجامعه اللي انا كان نفسي ادخلها، ما عملتش اي حاجه. يعني ما فيش اي حد ممكن يعني الحاجات دي تخليه توقفه، فما تقلقيش ان شاء الله كله خير، اعملي اللي عليكي، ذاكري كويس قوي من غير ما يجيلك بانك كده وتتوتري، بالراحه بالراحه كله بيعدي. كنت انا بحط البهارات، هحط جزء منها دلوقتي والجزء التاني كمان شويه، كركم كله كده يتشوح تشويحة لذيذة، وبعدين والشطة اختيارية لو حابين تحطوا شطة براحتكم، أنا بحب وأكلم نور وأنا بقلب. يا نور. ألو. يا نوشي عاملة إيه يا حبيبتي؟ إزيك؟ الحمد لله. كويسة؟ أنا بحبك أوي. أنا بحبك أكتر. اختي قمر كانت عايزه تكلمك. دهاني طبعا. الو. اهلا اهلا. انا عايزه طريقه البسيسه. يا سلام بس كده من عينيا الاثنين. تحبي البسيسه؟ حاضر حاضر، ممكن يا هلا ننزلها البسيسه؟ احنا عملناها. شكرا. بصوا حطينا جزء من البهارات دلوقتي، انا شلت الجزء التاني هكمله بس لما اللحمه تستوي شويه كده، واللحمه تستوي قبل ما نحط لسان عصفور هنحط شويه من البهارات كمان. تمام، لسه مش عايزه احط عليها ميه دلوقتي ولا صلصه الا ما تشرب ميتها. تعالوا نتكلم شويه عن المبكبكه وايه اللي بيحصل فيها وانا عملت فيها ايه عشان بس اعدي الخطوه دي. اولا احنا نوع المكرونه في المبكبكه حاجه مهمه قوي. ليه بقى؟ علشان النشا الكتير او نوعيه المكرونه لو مش كويسه، لو دخلت في سوى مع الصلصه، لان اللعبه هنا في ايه؟ في انها بنحطها نيه كده، فلو نوعها مش حلو هتدخل وتبقى خبيصه بجد، خبيصه خبيصه. يعني عارفين بقى المكرونه المعجنه هتعجن قوي، واحنا اكيد لما بنقول ان احنا نحط مكرونه في الصلصه اول حاجه هتيجي في بالكم ايه؟ يعني مش هتعجن؟ ما هي بقى هتعجن لو النوع مش حلو، لو فضلت تنزل النشا بتاعتها دي وتتقل في الصوص وما استوتش، لا منها استوت ولا منها ادتني صوص كده، ما تبقاش كده فيها صوص وتبقى حلوه، لا. اهم حاجه نوع المكرونه، طالما هنسوي مكرونه في اي صوص اي وصفه، طالما المكرونه هتنزل في الصوص مش هتستوي في ميه، يبقى لازم الاقي نوع مكرونه كويس، يستحسن اللي هو بيبقى مكتوب عليه ان هي من دقيق السيمولينا، ده احسن حاجه. تمام، لو مفيش يبقى 70% سيمولينا اوكي، بس مهم ان هي تبقى دقيق سيمولينا، وده موجود براندات مصريه عاديه طبيعيه جدا موجوده في كل السوبر ماركت، بس اهم حاجه ان نوع المكرونه يبقى نوع كويس. دي كده نمره واحد. اتنين، التسبيكه. المفروض ان انا بعمل ايه؟ ان انا بيجي لي لحمه نيه كده بعضمها مثلا، عشان العظم ده بقى والنخاع وتنزل مرقتها وبتاع، واخدها هي والصلصه هي والبصل واشوحهم على النار، وبعد كده احط لها عصير الطماطم واحط لها شويه الطماطم والفلفل وبتاع، واسيبها تستوي في التسبيكه دي كاني بسبك لنوعيه خضار، زي ما احنا بنسبك كده للباميه، بنسبك للخضار بتاعنا بنسبك لها. ولما اللحمه تستوي اقوم انا عامله ايه؟ حاطه المكرونه. تمام؟ تمام. نكلم مين؟ مين؟ ام اياد. اوكي، الصوت بعيد ليه يا هالة؟ مش سامعاكي كويس. يلا نكلم ام اياد. شيف دعاء. ايوه اهلا اهلا. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازاي حضرتك، اهلا بيكي. احنا بنحبكي قوي والله، ربنا يكرمك بكل حاجه بتعمليها. يا حبيبتي انا بحبك اكتر والله.
ربنا يخليكوا ليا، تسلمولي. انت عسولة. شكرا. انت جميلة. محدش بيشوف حد حلو لما يبقى هو حلو، حلو بقى من جوه ومن بره. فربنا يخليكي وتسلملي عينيك يا رب. طيب انا عايزة اطلع فاصل سريع عشان ايه، يلا نطلع فاصل سريع جدا جدا، نرجع جري، ما تروحوش في اي حته. يلا ورجعنا بعد الفاصل. بالظبط. طيب بصوا، ده اللي انا كنت عايزاه بالظبط، مش عايزه اي ميه ولا اي حاجه، عايزاه تشوح كويس كده زي ما انتم شايفين، تشويحه محترمه مع البهارات بقى والحركات زي الفل. حط بقدونس حبه كده وحبه تاني، نشيلهم يبقوا فريش، مش عايزه كله، عايزه حبه صغيرين يبقوا فريش. فين؟ في الاخر نحط الصلصه، ممكن بدل الصلصه يبقى طماطم، ممكن تقللوا كميه الصلصه او تكتروها براحتكم، انا بحبها تبقى ايه قليله. تمام تمام. هنعمل ايه تاني؟ ناخد ميه. مفيش ميه مغليه ولا ايه؟ تصدقوا مفيش ميه مغليه؟ لا لا لا. طيب اخد لها شويه شوربه كده من اللي بتغلي وازودهم ميه عشان مش هينفع نستنى. ده تعتبروه ميه مغليه. اوكي نحط بقى ميه مغليه. تمام كده، مش عايزه بس ادي شوك بميه تكون فاتره او بارده علشان السوى بتاع اللحم، عشان نروح بقى جري نعمل ايه، خلينا كده ونزود كمان شويه. نرجعها ورا ونروح نكمل نشوف احنا بنعمل ايه. دلوقتي عايزين نعمل المبكبكه، ممكن ننزل مقادير المبكبكه، يلا بينا. وبرده ننزل مقادير الشوربه عشان ناس كتير بتبقى لسه داخله فعايزه تعرف كل القصه ايه، بتبقى مش عارفه يعني عملنا ايه امتى وكده. يلا بينا. طيب اول حاجه خلونا نحط ايه، نحط زبده مثلا، يعني نحط زبده. او انا والله لا يعني لقيتها فقلت تبقى زبده وزيت، يعني حلوه برضه. حط زبده وزيت كده، نار عاليه. اللحمه بقى انا كنت بقول لكم ايه، انا كنت بحكي لكم قصه طويله عريضه عشان اقول لكم في الاخر انه انا ما عملتش كده، ما سبكتش. اوكي انا ما سبكتش، انا سلقت اللحمه علشان وقتي مش هياخد الوقت كله ان هو نسبك اللحمه فتبقى اللحمه اتسبكت. لو انتوا حابين كده مفيش مشكله، انا لما عملتها كده ما كانش عندي اي مشكله خالص، تمام جدا. اللحمه كانت واخده الصوص وكويسه واستخدمت الشوربه فادتني طعم حلو جدا، ما عنديش اي مشكله خالص في الطعم. لكن لو حابين تسبكولها سبكوا انتوا، يعني الاثنين اوكي. الطريقه الاصليه اعتقد انها اللحمه مستويه في الصوص خالص، مستويه تماما من الاول خالص، بنشوح اللحمه مع البصل. يلا ناخد البصل، عايزه بس يسخن كويس قوي عشان يشتغل معايا على طول وما نطولش كده. تمام ننزل بالبصل كده متخرط ونصفي. نعم هبقى محتاجة. طب ثانية واحدة، هي في فيشه محطوطه بس انا خايفه اشيلها، حاسه انها بتاعت حاجه مهمه. اوكي
بتاعة البوتاجاز مثلا. تمام، خلاص اهو، يلا. البصل كده، نشيل اللحمة بقى من ال، معانا مين؟ اوكي يلا بينا. ام يوسف، اهلا ألو. اهلا اهلا حبيبتي، عامله ايه؟ ازاي حضرتك، عامله انا ايه؟ لسه بكلمك وقفلوا السكه على طول. لا يا حبيبتي الخط بيقطع، معلش حقك علي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب. انا بس حبيت اسمع صوتك والله، اقولك كل سنه وانت طيبه. ده احلى تليفون، كل سنه وانت بالف خير. تسلمي حبيبتي، تسلمي، ومتشكره على المشروب اللي انت اديتهوني المره اللي فاتت، طلع كويس. الف هنا وشفا والف سلامه عليك يا حبيبه قلبي، يا رب دايما كويسه طيبة. وبخير، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. تسلمي، مع السلامة. مع ألف سلام. لحمة ضاني بقى، اللي ما بيحبش اللحمة الضاني يبدل ويحط لحمة زي ما هو حابب، أي نوع لحمة بتحبه، ما عندناش مشكلة خالص في نوعية اللحمة، بس طبعا أنا بحب اللحمة الضاني، فهبقى متحيزة جدا لأي أكلة أصلها باللحمة الضاني. معانا ياسر. يا ياسر ازيك؟ أيوة. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ واكلمك من اسكندريه. اهلا، ازاي حضرتك؟ احنا مبسوطين بحضرتك جدا. شكرا جدا. وبذوقك وخفه دم حضرتك. شكرا جدا، ميرسي. الله يخليك يا رب، ونفسنا حضرتك تشرفينا في اسكندرية يا رب. والله نفسي جدا، في أول أجازة إن شاء الله لازم أطلع طلعة اسكندرية في الشتاء، أحلى وقت. تنورينا هناك، منورة بأهلها والله دايما. وزي ولادك حسن وحسين؟ كويسين الحمد لله بخير. هو حضرتك توأم؟ لا مش توأم، لا، حسن الكبير وحسين الصغير. الله يخليك، كل الذوق والله. شكرا، ربنا، ميرسي. البصله كده زي ما انتم شايفين ايه، تصفر وما تاخدش لون. هنزل بالثوم، خدوا بالكوا علشان البصله لو اخدت لون اكتر من كده هتدي طعم مش عايزينه، فاحنا عايزين ايه، ناخد الطعم المظبوط، تسكيرة كده معينة للبصلة هي اللي مظبوطة. انزل بقى باللحمة دلوقتي، لحمة الضاني بقى لما بتدوب لكم ان تتخيلوا انها دايبة كده في المكرونة، يعني حاجة خطيرة. نقلب، نحط لها الفلفل الاسود كده، نحط الملح، ونحط البهار، عايزين نحط كمان المرقه بما ان دلوقتي اللحمه مسلوقه، فنحط المرقه كده في الاول بالشكل ده. الروايح ظهرت وبقت جميلة. وادي الفلفل الرومي لو عايزين طبعا يبقى حامي زي الفل. ننزل بشوية طماطم كده، انا بحب الطماطم تبقى فريش شوية، فعندي شاري توميتو احب احطها، الطماطم الشاري الصغيرة دي بتبقى مسكرة وبتدي طعم حلو قوي. ننزل بالصلصه كده، احب اسخن الصلصه تسخينه محترمه على النار. هنزل بالبشر بتاع الطماطم كمان وعصير الطماطم كده، ادي الخلطه، واروح بقى ايه، مزوده الشوربه. انزل بقى بالشوربه المرقه الحلوه دي، عشان اول ما هتغلي دلوقتي هنزل المكرونه، بس تغلي كده ايه وتتسبك وتبقى جميله
عايزه بقى المرقه دي هي اللي تسوي لي المكرونه، وفي نفس الوقت ما تنشفش قوي، يفضل فيها صوص ما تبقاش ناشفه. احب ادوق جدا وانا بشتغل علشان اظبط الطعم زي الفل. عايزه سنه ملح بسيطه، خدوا بالكم عشان المرقه بتملح بزياده، ولسه هنحط المكرونه فهتلقط ملح، فنعمل حساب ايه ان هي هتاخد ملح سنه زياده وخلاص. لما اجي احط المكرونه هزود قرن فلفل، يعني انا هحط قرن فلفل دلوقتي، بس خلينا نفتحه كده من النص، ولما احط المكرونه هزود تاني. كده تمام عشان ينزل بس الطعم. نغطي بقى عليها تغلي غلوه وننزل المكرونه، نحطها على العين دي. تعالوا نشوف هنا ايه الاخبار. هنا تمام، بس عايزين بقى نزود الميه زي ما قلنا ان هي ايه محتاجه ميه، فدلوقتي غلينا الميه نزود لها بقى الميه. بصوا نطلع الزيت طلع بقى فوق كده، معناها انها خلاص ايه داخله في السوق والتسبيك والطعم وكل حاجه. لسه هنحط بهارات تاني، بس ضروري عايزه اعمل حركه ممكن تكون مش كل الناس بتعملها في الوصفه دي، بس انا عايزه احمص شويه او احمر شويه لسان العصفور. يعني الوصفه الاصليه ممكن يكونوا بيحطوا ني، وفي ناس بتحطوا ني، مش عارفه اذا كانت هي الوصفه الاصليه ولا لا، بس في ناس كتير جدا بتحطوا ني. انا هحب اكتر ان هو ياخد تحميصه كده ويمسك نفسه، يعني ده رايي الشخصي. حبه زيت ممكن من غير لو انتوا حابين، بس انا برضو ايه هحب اديله كده زيت عشان يبقى طعمه احلى. معانا حبيبه. يا حبيبه ازيك؟ الحمد لله كويس. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كويس اهلا وسهلا. بحاول ارن عليكي من ساعتها مفيش حد بيرد. معقوله يا هال انتوا ما بتردوش؟ اه والله. معلش انا اسفه. معلش يا حبيبتي. انت والشيف محمد احنا الاثنين ما بنردش؟ اه ليه كده؟ طيب والله ابدا انا واقفه اهو قدامك، التليفون رن. طب انا قدامك اهو التليفون رن وانا ما ردتش؟ لا. معلش يا حبيبتي. حاضر انا هقول لهم جوه. ماشي. طب تعالي بقى نتكلم. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ما عندكيش اي سؤال طيب عايز تساليه؟ لا كنت عايزه بس اكلمك بس كده. داخله تعتبي علينا كده وخلاص؟ لا بس كده داخله من اولها عتاب كده، ولا كلمه حلوه ولا كلمه كويسه؟ ماشي يا حبيبتي نورتيني باتصالك، وكلميني تاني وهنرد اكيد، ما عندناش حد ما بيردش على التليفون. نحمصه تحميصه حلوه. زي ما قلت لكم احنا هنا مستنيين المبكبكه قبل ما نحط لها المكرونه تبكبك شويتين ثلاثه كده علشان نحط لها المكرونه والمكرونه تبتدي تستوي. مش بنستنى لما الراد صوص يبقى راد صوص قوي اللي هو الصوص الاحمر بتاع الطماطم اللي بنسبكه، لا هي بس تغلي لان هي بعد كده هتتسبك وهتتقل من كميه المكرونه اللي هنحطها لها. يلا بينا. معانا حبيبه. الو. اهلا اهلا يا حبيبه ازيك؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تستاهلي الحمد. انا والله. وبعدين طيب هنا بحمص اللسان عصفور بتاع الشوربه الليبي.
وهنا اللحمه بتستوي في المرقه بتاعتها بقى كده، حطينا لها شويه حاجات لذيذه ولسه مستنيين نحط لها بقيه البهارات، مستنيين نحط لها لسان عصفور. تعالوا عايزه اعمل حاجه على ما لسان عصفور كمان يتحمص. قولوا لي احنا عايزين، احنا قدامنا قد ايه على الفاصل؟ تمام. هنا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اشيل شويه من الصوص ده على جنب، هزود بيه لو احتجت، اوكي؟ في الاخر خالص هزود بيه كمان شويه، هشيل منه كده شويه عشان لو حسيت ان المكرونه شربت، علشان على حسب نوعها اقوم مزوده بيه. بصوا محتاجه يغلي غلوه، يتسبك تسبيكه كمان سنه كمان، وبعدين نحط المكرونه. لا لا مش عايزه يعني انا تمام جدا ما عنديش مشكله، بس طب يلا نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل، يلا هنطلع فاصل، قاعدين نعزم على بعض، هنطلع فاصل ونرجع تاني. اكون حمصت لسان عصفور وتكون المكرونه الصلصه بتاعت المكرونه اتسبكت للتسبيكه الصغنطوطه جدا اللي انا عايزاها، فلما نرجع نحط المكرونه هنا واخر الحلقه ان شاء الله تبقى استوت وبس كده. اشوفكم بعد الفاصل، ما تروحوش في اي حته. ما بعملش اي حاجه غير ان انا بحمص فيه، خايفه يبقى واحده واحده في الفاصل. يلا بينا، مش عايزاه يبقى غامق قوي لانه هو المفروض انه يتحط ني، انا بس اديته تحميصه لذيذه كده. خلونا بقى نحط دلوقتي لسان عصفور على الشوربه كده، بيبقى خلاص اللحمه استوت بما انها متقطعه صغنطوط خالص خالص خالص. نعمل كده، عايزين نحط باقي البهارات. نحط الكركم بقى عشان لونها يبقى حلو، نحط النعناع الناشف، الليمون في الاخر، شويه تاني من البهارات الحلوه بتاعتنا برضو حبه صغيرين ما نكترش قوي، هي بتاخد بهارات كتيره بس مش بكميات، في الانواع يعني انواعها كتيره بس ما نحطش كميات كبيره قوي. حبة شطة صغنطتين تاني، وعند التقديم هحط لها بقدونس وعصير ليمون. يعني ايه اعمل كده بس عشان الحاجات دي هتتحرق. طيب كده تمام، تغلي غلوتين وهتبقى جاهزة. نحط لها ايه، حبة ملح كمان وخلاص. ادي الشوربة، هنا بقى وصلنا للصوص زي ما انا عايزه بالظبط. تمام كده زي الفل. نحط بقى المكرونه على قد بقى ايه ما الحله تاخد، هنحط المكرونه ونزود لها صوص لو احتاجنا. طبعا دلوقتي كده هنحتاج صوص، نحط صوص ونحط لها شويه ميه عشان تستوي لان هي هتكتر. عايزه اعمل حله كبيره. يلا احنا وحظنا بقى. هي كمية الصوص اللي كنا محتاجينها، ولسه عندنا صوص تاني ممكن نزود بيه. هيقلي متخيلين الطعم هيبقى حلو ازاي صح؟ ان شاء الله تعجبكم جدا، الناس اللي ما جربتهاش هتنبسط قوي. عايزه ازود شويه ميه. اوكي كده ميه مغليه، ونقفل عليها ونشوف ايه اللي هيحصل لما تكتر. يا رب بس الحله ما تقيه ما تضايقنيش.
عايزه اقول لكم ان الشوربه تقريبا كده خلاص خلصت، عشان لسان عصفور بيستوي مع الحراره، فغلوتين ثلاثه وتقوموا شايلينها من على النار عشان ما تبقاش كلها لسان عصفور كده زي ما انتوا شايفين. ايه؟ لا هحط الثوم والبقدونس في الاخر. الليمون والبقدونس في الاخر. يعني غلوتين كمان نطمن على لسان عصفور وتبقى تمام. عندنا ايه دلوقتي؟ يا ولاد عندنا حلوة لذيذة جدا خدناها برضو من المطبخ الليبي، اسمها مرسيدس. انا مش عارفة اذا ليها اسم تاني ولا لأ، بس بالسيرش اللي عملناه يعني انا وفريق الاعداد عرفنا ان هي اسمها مرسيدس. ليه؟ علشان لما بتتشكل على علامة نجمة كده، فالعلامة بتاعة العربيات، بس هي دي الفكرة. تمام، ده اسمها. نحط الحاجات اللي هنستخدمها بعدين. دي الصلصة ورا. يلا ننظف كده حوالينا عشان نبتدي نقول العجينة. العجينة سهلة جدا ولذيذة جدا وحشوتها حلوة وكله تمام، ان شاء الله تنبسطوا بيها قوي. حلوة من الحلويات اللي حسيتها شبه حلوياتنا شوية. شبه ايه؟ شبه الحاجات اللي بالشربات، شبه اكتر شبه لمثلا لايه؟ لا مش شبك ايه؟ لا التانية صوابع الست؟ صوابع زينب. ايوه مش رموش الست، انا دخلت الوصفتين في بعض. صوابع الست هي يعني صوابع يعني وخلاص. ست برضه رموش او اي حاجه. يلا نقول المقادير. فين نضارتي؟ نقول المقادير بتاعه المرسيدس الليبيه. كوب زبده طريه، نص كوب زيت، نص كوب ماء زهر، 2 معلقه كبيره سكر باودر، معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، رشه ملح، واربع اكواب من الدقيق. خلينا نشتغل الاول بثلاث كوبايات ونص، ولو حسيتوا على حسب نوع الدقيق، لما معاكي هتزودي النص كوبايه، ملمش خلاص. لا ملمش هتحطي النص كوبايه. يلا بينا. اول حاجه نحط الزبده كده. احنا هنشتغل بايدينا، سهله جدا وبسيطه جدا. خليني البس جلوفز، وايه لو حسيت اني مش عارفه اشتغل هشتغل بايدي، مع اني انا عارفه ان انا مش هعرف اعجن ابدا بالجلوفز ده. بلاش، لا بلاش. ناخد مضرب سلك ونحط الزبده. بصوا الزبده طريه، اوكي. ونكلم سهى، نحط الزبدة على الزيت واكلم سهى. يا سهى ازيك؟ الحمد لله، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا، عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير يا رب. يا رب، وتبقى سنة سعيدة عليا. يا رب يا حبيبتي، سنة سعيدة على كل الناس اللي بتشوفنا. انا بحبك جدا جدا. يا حبيبة قلبي، وانا كمان بحبك قوي والله، ربنا يكرمك. يا رب. عارفه لو مفيش يوم بشوفك دي ببقى متضايقه جدا. والنبي انت جميله، شكرا قوي والله، ربنا يخليك. العفو. تسلمي يا حبيبتي. شكرا. تعالوا نبص على اشيائنا كده. هنا اخبارها ايه؟ مكرونه. تمام، مكرونه هتحتاج ان احنا نوطي النار عليها، ولو احتاجت شويه ميه هنزودها لها، اوكي، علشان على حسب الكميه اللي احنا شغالين بيها. انا حاسه ان هي محتاجه شويه ميه عشان من ما تلهيش في العجينه، ونفسي ربنا يكرمني دلوقتي واعرف اهدي النار. ان شاء الله هعرف. يس، ردت. يلا نيجي بقى هنا. عندنا زبدة وزيت حطيناهم على بعض. انا سمعت الصوت، في ايه؟ اوكي، زبدة وزيت هم على بعض. نحط عليهم السكر الباودر. ده ايه ده؟ السكر الباودر. تمام،
على ايدك كده. بحب انا الحاجات اللي بعملها على ايدي اكتر من العجانه، عشان ببقى عارفه ان في ناس كتير قوي بسبب موضوع العجانه ده ما بيعملوش حلويات يعني، ما وممكن عادي يبقى العجانه موجوده بس هي خلاص بقى حست انها ايه شغلانه. نيجي بقى هنا نحط البيكنج باودر كده على النشا وننزل بيهم على العجينه واحده واحده. هنلم كمان العجينه دلوقتي، بس انا عايزه ايه انزل كل كميه النشا. وحبه الدقيق كده واحده واحده لحد ما العجينه تلم معايا. هنزل بماء الزهر وهشتغل بايدي بقى عشان المها كويس. يلا عايزه اخد بس كل كميه الزبده اللي هنا كده. حتى ان هستخدم تقريبا كل كميه الدقيق، لو احتاج الدقيق اكتر كمان هنحط، المهم ان العجينه تلم معانا. عجينه طريه جدا بس مهم جدا انها تلم. هتعجبكم قوي ان شاء الله لما تجربوها، عشان هي حلويات شبه حلوياتنا قوي وطعمها مقبول جدا. نقدر نحشيها ايه؟ نقدر نحشيها سوداني، نقدر نحشيها لوز يبقى متحمص كده ويعني نفرمه، بس ما نفرموش يعني على الناعم قوي، نفرمه خشن. وممكن ميكس مكسرات زي ما تحبوا يعني، انا حسيت ان هي لطيفه في كل الاحوال. نعم ده ضروري. طيب حاضر حاضر. طيب بصوا بقى يا حبايبي العجينه لمت معانا ازاي، سهله جدا وبسيطه ومش محتاجه، هي امشوا على المقادير هتلاقوها زي الفل. اوكي استخدمنا تقريبا الاربع كوبايات كلهم بالنشا بكل حاجه، هي عجينه طريه تمام. احب جدا ان انا اسيبها شويه ترتاح، بس لو ما عنديش وقت خلاص زي دلوقتي هشتغل فيها، لكن لو سبتها ترتاح هتبقى الطف. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا علشان هنطلع فاصل جري وسريع هعمل كده وهفردها ما بين ورقتين زبده. عجينه عامله زي عجينه البسكوت كده، هشه وطريه وجميله، هتنبسطوا قوي بيها ان شاء الله. تمام كده اهو، واجيب النشابه وافردها. طيب نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. بصوا جبت ايه، ما تروحوش في اي حته. ده مش نشابة. رجعنا بعد الفاصل. عملت ايه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. العجينه فردناها هنا، بحب افرد على ورق زبده، بقى في ايدي دقيق، اقوم رشه كده رشه دقيق حلوه. عجينه ناعمه قوي وجميله قوي في ايديكم، عشان كده بالراحه. ان احنا يعني واحنا بنشتغل معاها كده بالراحه، لينه جدا جدا جدا. اوكي نفرد فرده بسيطه كده حلوه علشان القطعه ما تبقاش تخينه قوي بالزياده. وابتدي باي كوبايه اي قطاعه اي حاجه مدوره عندي اعمل الدوريه دي. احنا زي ما قلنا الحشوه هنحشي بقى بندق مجروش فستق ميكس اي
اي حاجه حشوها زي ما انتوا عايزين، بس كل ما كانت الحشوه فيها مقرقشه كده، سوداني مثلا متحمص، بندق، ايه تاني، لوز، لوز فيها جميل قوي، اقوم ايه حطاه كده من جوه بقى جميل. وهي العجينه نفسها طريه، فايه بصوا بقى هنعمل ايه، نعمل قرطاس كده تمام، وانا بايدي ايه بقوم عامله قافله القرطاس كده من فوق، اوكي عاملينه زي القرطاس، نعمل كده نحط الحشو تمام، ندخل كده على قد ما نقدر، ونقوم جايبين الحته دي من هنا قافلينها كده، ونقفل كويس كده زي ايه، ايه زي معجنات كتير بنعملها بالطريقه دي يعني، اعتقد ان انتوا عارفين الشكل ده من الاشكال السهله يعني. وهي بصوا الشكل ده المثلث ده عشان كده اسمها مرسيدس تمام، بالمنقاش او باي حاجه بقى انت عندك، لو ما عندكيش منقاش بس يعني ايه موجود ومتوفر، نعمل الشكل ده كده، وهي هتاخد معاكي الشكل بسهوله جدا لان هي طريه قوي ومش بتضيع الشكل، يعني الكحك لازم ندوس جامد علشان الشكل يثبت، لا ده لذيذ في كده بقى ان الشكل بيثبت على طول علشان هي عجينه لينه وطريه وجميله وزي الفل. بصوا شكلها جميل ازاي، حلوه قوي. نعمل واحده كمان علشان اقول لكم هنعمل ايه بعد كده بالورقه كده، عشان كده بقول لكم ايه ورقه الزبده الطف حاجه، ولما اجي احشي على الطبقه اللي تحت، لما اجي احشي اقوم انا اخدتها كده اوكي، اخدتها بالشكل ده عشان انتوا ما شفتوش، واقوم بالورقه مطلعاها كده واحشي على الطبقه دي، هتلاقوها شويه رطبه كده، واقفل تاني كده واحشي بالشكل ده. العجينه دي او الطبق ده او الحلوى دي من الحلويات اللي بتتسقي شربات، شربات لا هو تقيل ولا هو خفيف، يعقد ويبقى مظبوط تمام، متوسط يعني مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، ما يبلهاش يعني تمام. ادي الشكل، اقفل كويس بايدي من هنا كده، مش محتاجه ولا ميه ولا اي حاجه عشان هي الزبده فيها عجينه طريه جميل، وننقش فيها كده، عملنا الاشكال وكله زي الفل. قوم اعمل ايه بقى بعد كده، اجيب الصاج واروح هنا على اي مفرش سيليكون او ورق زبده، واروح حاطه كده كده. تعالوا نبص على المكرونه عشان ما ننساهاش زي الفل، تعالوا نقلب تقليبه كده حلوه. بصوا قرن الفلفل ده، يا عيني يا عيني، مكرونه تحفه، بق ميه صغنون في الاخر، و فين معلقه، ونقلب تقليبه كده بسيطه ظريفه، ما هياش بقى ايه غرقانه في الصوص ولا معجنه ولا اي حاجه، الدانتي كانها مكرونه ايطاليه اللي هي ليها لسه ليها فيها قرشه كده. هو انا ممكن اعمل اتنين كمان؟ طب اتنين بسرعه اتنين بسرعه بس عشان يبقى شكلهم في الصاج حلو ماشي، عشان ايه، يلا عجبتني اللعبه قوي نقفل كده، حاضر. شفت بقى اسرع من كده التانية بعملها بالراحة عشان برضو نركز تاني عشان المبتدئين يلا بينا. الفرن درجة حرارته 190 لحد ما تاخد لون، على حسب فرنك انت بقى، انت وفرنك انتوا احرار في بعض، هتاخد منك قد ما تاخد، تاخد نص ساعة تلت ساعة على حسب ما تلون وتستوي
اهو. طب ما انا لسه هعمل واحده كمان. يلا اخر واحده اهو. نعمل القرطاس كده، خليه ارفع كده من تحت على قد ما تقدر، تملوش الحشو قوي عشان ما تفتحش منكم. نعمل كده، نضم كله على بعضه بالشكل ده. وننقش، طلعي النقشة كده لفوق علشان النقشة ايه تبان عند القفلة كده. كده هندخلها الفرن ونطلعها نسقيها بشربات بارد مش سخن ومش ساقع، بارد، اتعمل وبرد وهي سخنة. بس كده زي الفل. يلا نلم حاجاتنا بعد الهوا بقى، انا اكمل دول اقعد مع نفسي اعمل مرسيدس من هنا لبكره. يلا خلوني اشيل المكرونه عشان مش محتاجه اكتر من كده، هغرفها حالا. هنا محتاجه اسخن الشوربه شويه، وبص عليها لو محتاجه شويه ميه. بصوا اهي ده شكل الشوربه، بس خلونا ايه نحط لها شويه ميه كده عشان لسان عصفور وتبقى شوربه حلوه برده، يبقى فيها ميه. انا ما بحبش لسان عصفور كتير، احنا عندنا بقى في البيت اذواق، اعمل شوربه لسان عصفور العاديه بتاعتنا دي وتلاقي كل حد ايه بيقول لك ايه شوربه كتير، لا لسان عصفور اكتر. انا من هواه الشوربه اكتر الحقيقه. خليها هنا تغلي عشان نحط لها الليمون والحاجات اللي باقيه في الاخر حالا. والله يا لما بس كده عشان نقدم على النظافه. ما تنسوش في الحشوه بتاعت المرسيدس دي تبقوا عاملين الحشوه نفسها متحمصه، اي نوع سوداني اي حاجه هتعمليها حمصيها الاول، هتفرق قوي في طعمها بجد، هتفرق جدا. يعني ممكن نحس ساعات ان في حاجات ما بتفرقش، بس معلش خلينا نعمل كده هتنبسطوا اكتر. عملنا ايه النهارده؟ عملنا المبكبكة، وعملنا النهارده رحنا زورنا ليبيا، زورنا المطبخ الليبي العزيز، طلب مني كتير جدا طلبات من المطبخ الليبي وطلبات من المطبخ العراقي. استنونا ان شاء الله اعمل من المطبخ العراقي اكلات جميله جدا. والطلب من فين تاني؟ كذا حد بيبعت يقول لي، فانا كان نفسي جدا اعمل اكلات من المطبخ الليبي الحقيقه. يلا بينا، بسم الله. اوبا نشيل القعر ولا ايه؟ لا حلو، حلو حلو جميل. قولي سيبولي سيبيلي القعر القعر. ماشي عايزين نبين اللحمة بس، لا يقولوا علينا عاملينها قرديحي. دي مش قرديحي، دي باللحمة. نعم ايه في ايه؟ طب ما تقولي. يلا نلمع هنا.
ينفع كده كده. اوكي كده تمام تمام الغطا كده. اوكي حاضر يلا خلاص خلاص والله. ده الشربات اللي بنزوق بنشرب بيه بنسقي بيه المرسيدس. والمرسيدس اهي هنقول انها طلعت من الفرن بالشكل ده. بسقيها كده زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا 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 جدا. اوكي وبعدين باخدها احطها بقى كده. ثانية واحدة ما توترونيش. ما حدش جه جنبي بس انا خايفة حد يقول لي حد يقول لي حاجة. ما حدش كلمني اصلا ما حدش قال لي اي حاجة بس انا حسيت ان انا وانا بقول كده دلوقتي حد هيقول لي حاجة ايوه بالظبط. عايزين نصب الشوربه كمان نحطها بقى نداري كده المفتاحين دول اعملوا كده زي لما تفتح منكم حاجه تداروها كده من تحت باينوهاش. يلا بينا. نشيل هنا الشوربه اخر حاجه نحط لها ايه؟ نحط لها حبه البقدونس الفريش زي ما وعدتكم وعصير الليمون. يلا بينا. فين الطبق؟ احنا مجهزينه هنا. ريحتها جميله قوي قوي قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم تبقى طبق مميز على سفرتكم في الشتاء ده. اعتقد ان هي لازم تفاصيلها كلها تبقى باينه. في كمان بالحمص ممكن تبقوا تزودوا لها حمص الشام من الوصفات اللذيذه قوي. فين الورد؟ اهو انهي ده. حاضر رش برد برضو شويه ورد كده. هي بتتزين بالورد. ايه هي حلويات بتتقدم بقى في الاعياد وفي الافراح فايه خلينا يعني ننورها كده. تمام احطها ازاي؟ اوكي هنا كده تمام. في اي حاجه باينه تاني؟ يلا خلصت حلقتنا وعملنا ايه؟ عملنا اكلات من المطبخ الليبي. عملنا ايه بقى؟ عملنا مبكبكه وعملنا الشوربه الليبيه او شوربه الليبيه او وعملنا كمان حلوه لذيذه وجميله جدا حبيتها قوي 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 اسمها مرسيدس. يا ريت يا ريت تجربوها بجد هتنبسطوا قوي. وصفات النهارده وصفات شتويه ولذيذه وبسيطه ومكوناتها موجوده ما حسيتش ان فيها حاجه صعبه خالص ولا مقادير او حاجات فيها تفاصيل بالعكس يعني كلها حاجات ممكن نتقبلها
أذواقنا شبه بعض. تحية مني للشعب الليبي والأهلنا في ليبيا، بسلم عليكم وبقول لكم شكرا جدا على الوصفات النهاردة، زينت سر الصنعة. بشكركم جدا جدا جدا، وشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم وتسليتوا وانبسطتوا واستفدتوا، أنا انبسطت بيها قوي قوي قوي. وما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام فيسبوك ويوتيوب، وصفحتي الشخصية دعاء السمنودي بالعربي والإنجليزي على انستجرام وفيسبوك. شوفكم على خير إن شاء الله، باي باي.